بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البلوك جريد دي حاجة جميلة جدا، بتخليك بمنتهى البساطة تتحكم في عدد العناصر اللي ممكن تظهر في كل بريك بوينت. طبعا العناصر دي لازم تكون بلوك، بمعنى ان انت عايز مثلا في البريك بوينت سمول تظهر عدد معين، عايز في البريك بوينت ميديم تظهر عدد اكبر شويه، في البريك بوينت لارج تظهر عدد اكبر كبير. انت ممكن تعمل كنترول في العدد بتاع العناصر ديت. اشمعنى هنستعرض طريقه ممكن تكون يعني غريبه شويه وربما تكون اول مره يعني نتعامل بيها او نشوفها في فاونديشن. طيب انا عندي كلاس اسمه رو، ابتدي ادرج ديفيجن يا جماعه، والديف ده انا هديله كلاس واسميه كولم، تمام كده؟ يعني عمود، انا عايز فيه عمود وعمود واحد. جوه الكولم ده يا جماعه هبتدي ادرج ايمج، هدرج صوره. اوكي تمام، معايا سورس اس ار سي ومعايا الت. انا هسيب الالت فاضي طبعا دلوقتي، واقول الاس ار سي بتاعي انا هخليه على بليس هولدر. بليس هولدر ده يا جماعه او بليس هولد، بليس هولد ات، بليس هولد ات دهيت موقع جميل جدا بيخليك تبدل الصور بمكتبات من الصور باحجام معينه. يعني مثلا انت تاخد اللينك ده، انا هاخده كوبي، انا خليني اعمل سيلكشن عليه اهو وهاخده كوبي تمام، واروح احطه في الاس ار سي في السورس كود بتاعي تمام بكنترول في، وابتدي ده كانه يا جماعه كانه هو صوره، هو دهيت كانه صوره، وهغير في الحجم بتاعي. خليني اقول انا هخليها 300 في 300 عشان امشي زي ما المثال كان ماشي، 300 في 300. طبعا القصه دي عباره عن الت، لو انا عملت كنترول اس يا جماعه هي المفروض في، لو انا رحت الموقع بتاعي عملت ريفريش هلاقيه يحط لي 300 في 300 صوره، ده بوكس. يعني انا ما اقدرش اشتغل، هو الموقع فيه مكتبات كتيره، النسب اللي انت بتحطها الاسبكتس انت بتحطها بتتغير. يعني لو خليتها مثلا اقل هتبتدي تكون اقل، اكبر هتبتدي تكون اكبر، ايا يكن بك. تمام رايت جميل، خليني اخليهم مثلا انا هخليهم كتير شويه، يعني واحده مثلا دول كام؟ 1 2 3 4 5 6 6 مثلا 7 8، انا هخليهم 8 يا جماعه تمام. ولو عملت كنترول اس هينزلوا لي الثمانية تحت بعض، اديت علشان المساله بتاعت البلوك، اني هو بيتعامل معاهم كان هم بلوك. لكن في القصه بتاعت البلوك دي جميله. بص بقى في الرو انت ممكن تكتب له والله سمول، يعني ادي بريك بوينت تمام، في السمول هتقول له داش اب داش 1. يعني لو انت كنت في البريك بوينت سمول خليهم لي واحد، يعني خلي لي العنصر البلوك ده مره واحده. طيب ماشي. طب لو كانت القصه ميديا ممكن تقول له اب الاثنين. طب لو كانت القصه لارج ممكن تقول له اب لمثلا اربعه تمام. وخلونا نشوف كده، لو انا لارج اضيف لارج عشان واحد اثنين ثلاثة اربعة جنب بعض. لو انا عملت بريك بوينت ورحت مصغر شوية علشان اعدي على يا بتصغر كده، انا وصلت للبريك بوينت بتاعت ميديم. لو انا صغرت لغاية لما اوصل للبريك بوينت بتاعت كده انا وصلت للبريك بوينت بتاعت مين؟ بتاعت سمول، وهكذا. ديت الفكرة بتاعت الجريد بلوك يا جماعة. يمكن يكون الطريقة ديت ممكن نستخدمها في الجاليريز، ممكن نستخدمها بأشكال مختلفة، هنعجدها شوية، هنضيف لها شوية حاجات تاني. المهم خلي الفكرة عندك، راح نأصل عليها وراح نستخدمها إن شاء الله بإذن الله في حاجات كتير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.